عدنا إذن إلى الاتفاق النووي برفقة جو بايدن، خبر زلزل المنطقة ونزل كالماء الزلال على قلوب البعض وكالنار المحرقة على قلوب أخرى. نعم، عدنا وكانت إطلاقة البدء هي رسالة بايدن إلى مجلس الأمن التي أبلغت بسحب إعلان ترامب حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وقبل ذلك تكررت التصريحات الأمريكية برغبتهم في معاودة المفاوضات واستعدادهم لإحياء الاتفاق. وكان الرد على لسان محمد جواد ظريف أن أهلا وسهلا بكم، ولكن ليس قبل رفع عقوباتكم دون شروط. وهذا ما كرره مندوب إيران في الأمم المتحدة. ماذا عن شركاء الخمسة زائد واحد؟ هؤلاء أمرهم يسير، فقد كانوا بانتظار القطار الذي أتى ببايدن الأشيب إلى البيت الأبيض على أحر من الجمر، لكنهم مع هذا قلقون من خطوات طهران التصعيدية الأخيرة فيما يخص تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي بخصوص الاتفاق النووي. ففرنسا وبريطانيا وألمانيا حذرت إيران قبل أيام من تداعيات خطيرة لمضيها قدما في تعليق العمل بالبروتوكول، في وقت قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن تعليق العمل به لا ينتهك الاتفاق، وإنه بإمكان طهران التراجع عن التعليق في حال رفع العقوبات وتنفيذ واشنطن وأوروبا التزاماتهم. في غضون ذلك رحب أمين عام الأمم المتحدة بالتطورات، بينما قال محللون عرب إن بعض دول المنطقة ستتلقى التعازي بعودة واشنطن للحوار مع طهران، ولا سيما إسرائيل الذي حذرت واشنطن من أن العودة تعني التسريع بامتلاك إيران للقنبلة النووية، وهو موقف ينسحب على الدول الأخرى تعد إيران مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط قدر تعلق الأمر بهذا المحور. فإن هناك تلميحات بأن يشمل التفاوض بفصله الجديد الصواريخ البالستية وتحركات إيران في المنطقة وتأثيرها في بعض الدول، وهو ما فهم من كلمة بايدن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث قال بأن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها يجب أن تتصدى لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ما رأيكم أيها الإيرانيون؟ رأينا رافض تماما، هكذا يجيب مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي قال نصا لن نفاوض أو نساوم مطلقا حول منظومتنا الصاروخية ودورنا في المنطقة. نعم، يبدو أن قطار بايدن وصل إلى المحطة وسيشرع خلال فترة قصيرة في مفاوضة الإيرانيين حول الاتفاق النووي وربما غيره، فلننتظر.